أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية عبر القاهرة الإخبارية، نلقي الضوء خلالها في هذه الساعة على أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية وبالتحديد التصعيد الإسرائيلي الآخذ في التنامي على جبهتي غزة والضفة الغربية. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، إيه اسمه؟ أكد مصدر رفيع المستوى أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام. أضاف المصدر رفيع المستوى أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها. هذا وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أغلبية كبيرة تؤيد الانسحاب من محور فلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة مقابل صفقة التبادل مع حركة حماس. وبحسب استطلاع الرأي فضل 48% من أفراد العينة إطلاق سراح المحتجزين في غزة على البقاء قيد الاحتجاز. أظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة من الجمهور تؤيد الانسحاب من محور فلادلفيا للسماح بصفقة للتبادل، إذ أيد 48% من أفراد العينة التنازل عن المحور مقابل 37% أبدوا استعدادا للتخلي عن الاتفاق لترك المحور تحت سيطرة الاحتلال. تهربت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ من الإجابة عن سؤال لأحد المراسلين بخصوص الزعم بوجود أنفاق تحت محور فلادلفيا. رفضت المسؤولة الأمريكية الرد على المراسل الذي سألها عن مصدر المعلومات المتعلقة بهذا الزعم. ليس لدي ما أعرضه غير ما هو متاح. حسنا، أرجو الدخول في أمور أكثر تحديدا. أقدر سؤال فادي، لكنني لن أتلقى المزيد. للمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا من القاهرة السيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية. مرحبا بك ضيفي الكريم دكتور عماد. يعني الحديث اليوم عن هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يدعوت أحرنوت الذي يقول بأن نسبة كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون فكرة الانسحاب من محور فلادلفيا مقابل إتمام الصفقة، كيف أنت تقرأ هذا الاستطلاع في تقديرك، وإلى أي متى إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على القرار الإسرائيلي وربما الضغط على نتنياهو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. بطبيعة الحال هذا تطور مهم ويؤكد أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى مأساة حقيقية، وأنه يعني يفضل أوهام وخرافات التيار المتشدد ومصالحه السياسية الشخصية على حتى حساب مصلحة إسرائيل. يعني حينما يقول جو بايدن شخصيا الرئيس الأمريكي كأن نتنياهو لا يبذل الجهد الكافي لإتمام الانسحاب أو للحصول على صفقة، وحينما يخرج قادة المعارضة الإسرائيلية جميعهم بما فيهم اثنين كانوا موجودين مع نتنياهو في مجلس الحرب وهم بني جانتس وغازي إيزنكوت ويقولون أنه يجر إسرائيل إلى كارثة، وحينما يخرج الجنرال الاحتياط إسحاق بريك يقول أن إسرائيل قد تنهار إذا استمرت السياسة الإسرائيلية، وحينما يتحدث يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية عن المشاكل الجوهرية التي يقود نتنياهو بسببها إسرائيل. هذه مجموعة الصحافة الإسرائيلية خصوصا هآرتس تمتلئ بعشرات المقالات الموجودة عن يعني تهور وجنون
هذا ما يقولونه عن نتنياهو، وبالتالي هذا مؤشر شديد الأهمية. لكن في نفس الوقت أيضا نتنياهو ما زال يتمتع بأغلبية في الكنيسة بحوالي 51 يعني 61 صوت أو 63 صوت في الكنيسة اللي هو مكون من 120، يعني أغلبية يعني الحكومة مستمرة بسبب 3 مقاعد أو 4. وبالتالي هذه هي اللعبة السياسية في إسرائيل، مظاهرات يومية أو أسبوعية تخرج بكثافة، أهالي الأسرى، المعارضة الإسرائيلية، وضع اقتصادي شديد الصعوبة بالنسبة لإسرائيل، خسائر ميدانية كثيرة، عدم تحقيق للأهداف المعلنة من الحرب. ورغم ذلك نتنياهو يعني مصالحه الشخصية أو أوهامه، هو يعتقد أنه سيصبح ملكا لإسرائيل بهذه السياسة وأنه قادر على التغلب على كل الصعوبات. هذه مشكلة حقيقية أن نتنياهو، كنا نعتقد أن المشكلة تكمن في المتطرفين في حكومته خصوصا بن جفير وسموتريتش، لكن من الواضح أنه هو المحرك الرئيسي، والطريقة واللغة التي تحدث بها قبل أسبوع بشأن محور فيلادلفيا كان يتحدث بهستيريا وهزيان، لدرجة أن بعض الصحافة الإسرائيلية قالت أنه يهزي. وبالتالي هذه المشكلة لدى نتنياهو وليست فقط لدى سموتريتش وبن جفير، وربما تكون يكون التوصيف الصحيح أن المشكلة تكمن في التفكير. المشكلة تكمن في شخص نتنياهو. سيد عماد، يعني ذكرت أن هناك مظاهرات بين الحين والآخر منذ أشهر عديدة لعدم موافقة كثير من الإسرائيليين على السياسات التي ينتهجها نتنياهو، مظاهرات ووضع اقتصادي متردي، وكذلك هناك خسائر في الأرواح في صفوف سواء من المدنيين أو من القوات الاحتلال. لكن إذن بعد كل هذه المشكلات التي يواجهها الشارع الإسرائيلي، كيف يمكن أن يكون لهذا الاستطلاع، استطلاع الرأي، أن يؤثر في أي من سياساته؟ وكيف يمكن أن تتحول هذه المظاهرات أو هذه الآراء واستطلاعات الرأي إلى محرك ربما يؤثر في مستقبل التفاوض؟ علينا أن نكون واقعين ونقرأ الصورة بكامل تفاصيلها. نتنياهو كان يواجه معارضة في الشارع الإسرائيلي، كل استطلاعات الرأي من 7 أكتوبر لحد شهر ونص تقريبا كانت عدد غالبية الإسرائيليين تؤيد يعني إخراج نتنياهو من الحكم ومحاسبته ومحاكمته لفشله الزريع في منع 7 أكتوبر. لكن الآن لدى جمهور المتطرفين شعبية نتنياهو تتحسن إلى حد ما، فبالتالي علينا أن ندرك كعرب وكفلسطينيين أن هناك فارق بين تطرف نتنياهو. المشكلة ليست نتنياهو فقط، المشكلة أيضا لدى اليمين المتطرف، لأنه أيضا نتنياهو حتى لو اعتدل ووافق سوف ينسحب بن جفير وسموتريتش وبقية المتطرفين وتنهار حكومة هذه الحزبة. المظاهرات كثيرة جدا، لكن أيضا اليمين المتطرف يتميز أو يتمتع بقوة ما زالت موجودة. القضية أن ربما يكون الغرب، الولايات المتحدة، بدأت تدرك الأوضاع بقوة، ورغم دعمها الشديد لنتنياهو والحكومة الإسرائيلية، لكن أظن أنه يعني من يقرأ التطورات بعناية في الفترة الأخيرة سيدرك أن نتنياهو ربما بدأ يشكل خطرا على المصالح الأمريكية، وهذا هو ربما أحد المفاتيح الرئيسية بجانب المعارضة الرئيسية داخل إسرائيل. الوضع، القرار الأمريكي، لو أن الحكومة الأمريكية قررت أن تعزل نتنياهو غدا فسوف تنهي حياته السياسية، يكفي أن تتوقف عن توريد الأسلحة، مده بالمال طوال الوقت، وعدم استعمال الفيتو في مجلس الأمن. هذه هي أهم الأسلحة التي يعتمد عليها نتنياهو، وللأسف الشديد لم تظهر حتى الآن ولم تلوح بها الولايات المتحدة تلويحا حقيقيا. هي أوقفت صفقة وحيدة جدا للذخائر ثم عادت وأرسلتها. الولايات المتحدة ملتزمة التزام استراتيجي بأمن إسرائيل ووجودها، وبالتالي الموضوع يتطلب وحدة فلسطينية، نوبة صحيان أمريكية تدرك أن هذه السياسة الإسرائيلية خطر على المصالح الأمريكية، مزيد من الدعم العربي للفلسطينيين، ومزيد من الدعم الدبلوماسي العالمي، خصوصا نحن رأينا بعض التحركات الكثيرة على المستوى العالم. لكن في كل الأحوال أظن أن المفتاح الرئيسي ما زال موجودا في أولا صمود الفلسطينيين على الأرض،
والتحرك أو الدعم الأمريكي المفتوح لإسرائيل. نعم، ابقى معنا سيد عماد يعني لمزيد من النقاش. انضم إلينا للتحليل، ينضم إلينا من رام الله السيد جهاد حرب، مدير مركز ثبات للأبحاث والاستطلاع الرأي. يعني سيد جهاد، الحديث اليوم عن هذا الاستطلاع، استطلاع رأي، يقول بأنه نسبة كبيرة من الإسرائيليين يرون يعني التنازل عن البقاء في محور فلاديلفيا مقابل إتمام صفقة تبادل الأسرى. يعني كيف أنت قرأت هذا الاستطلاع وكيف يمكن أن يؤثر، وأيضا ما سر تمسك نتنياهو بوجوده في المحور؟ يعني مساء الخير لك ولضيف الكريم والجمهور. أولا، يدرك المجتمع الإسرائيلي بأن نتنياهو يستخدم محور فلادلفيا من أجل تعطيل الصفقة وتعطيل وقف إطلاق النار. وكما قال الضيف قبل قليل، هو أن المشكلة في نتنياهو ذاته وليس في ائتلافه الحكومي أو بن غفير وسموتريتش، لأنه فكر نتنياهو الأيديولوجي هو يشير إلى استمرار الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار فيما يتعلق بقضايا بهذه القضية تحديدا. لذلك يعتقد نتنياهو أن السيطرة على محور فلادلفيا هو عنوان رئيسي للاحتلال الإسرائيلي، وطبعا محاصرة قطاع غزة بشكل رئيسي من الشرق ومن الجنوب والشمال بالإضافة إلى البحر. هذه التصريح، هذه النتائج تشير بوضوح بأن المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو رغبته بالوصول إلى اتفاق. وقبل عدة أيام كان هناك استطلاع آخر يتحدث عن 52% من الإسرائيليين يرغبون بالوصول إلى اتفاق. وبالتالي كل الادعاءات التي يقدمها نتنياهو فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا ليست أي لها أي معنى لدى الجمهور الإسرائيلي وكذلك لدى المختصين العسكريين في إسرائيل ووزير الجيش ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى ذلك. لذلك هناك تأييد شعبي اليوم يرتفع للوصول إلى هذه الصفقة بغض النظر عن موقف نتنياهو، إلا أن موقف نتنياهو هو الحاسم لأنه هو رئيس. هذه نقطة مهمة سيد جهاد، موقف نتنياهو هو الحاسم، لأنه رأينا في الشوارع الإسرائيلية في كثير من المدن هناك التظاهرات واضطرابات في الشارع الإسرائيلي، ورغم ذلك وهذا الاستطلاع أيضا يضيف لهذا الرؤية المتكاملة لدى الإسرائيليين في عدم إبقاء الوضع كما هو عليه الآن، لكن لم يحدث هذا فارقا في السياسات الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو. دعينا أفصل المسألتين. المسألة الأولى، الحكومة الإسرائيلية شرعيتها وقانونيتها مرتبطة بالأغلبية في الكنيسة، وما زال نتنياهو يحصل على 64 مقعد داخل الكنيسة ولم يخرج أي من الائتلافات أو الكتل البرلمانية أو الأحزاب من هذا الائتلاف، وهي مشكلة من 5 أحزاب إسرائيلية: بن غفير أي القوى اليهودية والصهيونية الدينية سموتريتش، والليكود بالإضافة إلى شاس وعيدات الثورة، وهم متحالفين. ربما الذي لديه موقف فيما يتعلق أو موقف واضح فيما يتعلق بالوصول إلى الاتفاق هو حزب شاس، وإذا انسحب حزب شاس يمكن أن تنهار هذه الحكومة. لذلك انهيار هذه الحكومة مرتبط بالأغلبية داخل الكنيست وليست بالشارع الإسرائيلي، إلا أنه صحيح أنه على مدار 11 شهر الماضية لم تؤثر المظاهرات والاحتجاجات الإسرائيلية لأهالي الأسرى الإسرائيليين، لكن خلال الأسبوع الأخير منذ يوم الأحد الماضي وهناك مظاهرات مستمرة من قبل أهالي الأسرى ومؤيديهم أو الذين يؤيدون الوصول إلى اتفاق. ثانيا، بالأمس كان لدينا مظاهرة، وربما هي للمرة الأولى بهذا الشكل، تخرج من العرب لمناهضة الحرب وليس فقط للوصول إلى اتفاق، وتم قمعها من قبل الشرطة الإسرائيلية. إذا ما استمرت هذه المظاهرات ودخلت فئات اجتماعية إسرائيلية جديدة إلى هذه المظاهرات كما حصل يوم الأحد على سبيل المثال عندما أعلن هستدروت دخوله إلى يوم أو أعلن يوم إضراب في إسرائيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتالي يؤثر ذلك إذا ما استمرت هذه المظاهرات ودخلت فئات اجتماعية أوسع مما كنا نراها سابقا. يوم الأحد كان هناك حوالي 300 ألف متظاهر، وهي للمرة الأولى الذي يصل هذا الرقم أو هذا العدد من المحتجين.
إذا كان هناك تطور يوم السبت القادم أي يوم غدا مساء، وهي عادة تخرج هذه المظاهرات وتكون أقوى من الأيام العادية، نرى إن كان هناك أعداد تضاهي 300 ألف أو أكثر قد يكون لها تأثير على تفكير نتنياهو. ومع ذلك كما قلت قبل قليل، نتنياهو ما زال يتمتع بالأغلبية، لن ينهار نتنياهو أو يتراجع نتنياهو فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا الذي وضعه أو نصبه عنوانا الرئيسيا، لكن هناك قضايا أخرى عديدة أيضا لديها اشتباك تفاوضي إذا جاز التعبير. إذا انسحب حزب شاس من هذه الحكومة قد يؤدي، أو فهم نتنياهو أن شاس سيخرج، قد يؤدي إلى تراجع نتنياهو أو انسحاب وزير الجيش، والذي أعلن أنه لا ينسحب، لكن كان هناك توقعات أن ينسحب وزير الجيش يوف جالانت وعدد من أعضاء الليكود، مما يعني دخول الحكومة بعدم وجود لها أغلبية في الكنيست، وهذا قد يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة للكنيست. في كل الأحوال نرى بأن إسرائيل حتى الآن لا ترغب بالوصول إلى اتفاق، والجميع يراهن أو أنظاره مرهونة لدى نتنياهو ذاته، الذي أنا أعتقد وهو يطبق ما كتبه عام 1995 في كتابه أن دولة اليهود أو الدولة اليهودية من النهر إلى البحر، وعلى الشعب الفلسطيني إما أن يهاجر، يعني يتم تهجيره قسرا أو طوعا طبعا، أو أن يستسلم لإسرائيل للحكم الإسرائيلي وخاصة في الضفة الغربية. وهذا ما شاهدناه على الخارطة التي قدمها خلال الأسبوع الماضي، شطب تماما الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وشطب حدود الضفة الغربية. لذلك هو الرجل الأيديولوجي اليوم والذي يسري خلفه بنغفير وسموتريتش، وليس هو الذي يسري خلف سموتريتش وبنغفير. وأنا أقول عادة بأنهما هما الناطقان باسم نتنياهو في القضايا التي لا يستطيع القيام بها أو إعلانها أمام المجتمع الدولي، لكنه في اللحظة الأخيرة في الأسبوع الأخير أفصح بشكل واضح عن نواياه بإقامة الدولة اليهودية من النهر إلى البحر وطرد الفلسطينيين وإمكانية أن يكون هناك وطن بديل للفلسطينيين في الأردن، وهذا كتبه هو، وهذا هو مفهومه الأيديولوجي لحل القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني. لكن على أي حال سيد جهاد، هذا موقف الأردني والمصري في هذه النقطة تحديدا في التهجير القسري كانت يعني واضحة وحاسمة حازمة منذ البداية في كل التصريحات المصرية والأردنية. سيد عماد، يعني فيما نعم كانت واضحة وحاسمة ومانعة أيضا، لأنها منعت إمكانية عملية التهجير في قطاع غزة تحديدا مع انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الحرب بالقبول بهذا المفهوم الذي طرحه نتنياهو. لكن الموقف المصري الحازم والمانع أدى بالإضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أدى إلى منع عملية التهجير القسري في قطاع غزة. لذلك انظر إلى ماذا جرى في قطاع غزة، جرى عملية تدمير ممنهجة كي فيما يتعلق بكل الشؤون الحياة الفلسطينية، بحيث لا يصبح قطاع غزة قابل حتى لا يكون قابلا للحياة طوعية. نعم صحيح. لأجل أن يكون هجرة ضاغطا للهجرة الفلسطينية، صحيح ليس لسيناء لكن إلى الخارج، هذا هو ما يريد نتنياهو، إفراغ المنطقة أو إفراغ الأراضي الفلسطينية من الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من أن تكون هناك أغلبية يهودية بين البحر والنهر. نعم، يعني سيد عماد، استكمالا للموقف المصري الذي كان واضحا حازما حاسما وأيضا مانعا كما ذكر سيد جهاد، كيف أنت قرأت الرؤية المصرية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا؟ الرؤية المصرية واضحة بطبيعة الحال ولم تتغير، ومصر لم تغير رأيها إطلاقا في هذا الأمر، موقفها ثابت وواضح، ووصلت هذه يعني تم إعلانه منذ الأسبوع الثالث تقريبا من الحرب، حينما أعلنت مصر أن هذا الأمر خط أحمر. مصر حاولت بكل السبل، أقنعت الولايات المتحدة كما تفضل ضيفك الكريم، ربما واحد من أهم الخطوات المصرية هي منع أو الحصول على إعلان رسمي أمريكي بمنع التهجير. صحيح أن الولايات المتحدة تركت لإسرائيل تدمير القطاع وتحويله إلى يعني مكان غير قابل للحياة، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظة فشلت فكرة التهجير التي كانت تسعى إسرائيل إليه. الجهد المصري جهد مهم، وبالمناسبة من
الأشياء المهمة أيضاً أنه عدد كبير من القياديين والسياسيين والعسكريين الإسرائيليين والإعلاميين يتحدثون عن يعني تراجع أو عدم معقولية الكلام الذي تحدث به نتنياهو عن محور فيلادلفيا. أحد الكتاب وهو أظن أفياس خروف في يدعو تحرنوت وكتاب آخرين قالوا إذا كان نتنياهو جادا فيما قاله أن محور فيلادلفيا هو محور مهم جدا جدا، فلماذا تركه 14 سنة وهو رئيس الوزراء؟ لماذا تركه قبل 7 أكتوبر؟ وحتى إذا ولماذا تركه بعد مع بداية الحرب؟ لماذا ظل 7 أو 8 شهور وهو بدون السيطرة وكان يستطيع السيطرة على محور فيلادلفيا من البداية؟ في تقدير هؤلاء أن هذه فرية وهذه خديعة وعملية نصب واحتيال كما جاء في أحد المقالات الإسرائيلية استعملها نتنياهو حينما لم يجد عذرا لإفساد كل صفقات أو كل الاتفاقات والهدن صعد وهرب. نتذكر جميعا أن نتنياهو قبل مقترحا أمريكيا مصريا وحينما قبلته حماس تراجع عنه بطريقة طفولية ثم ذهب إلى احتلال رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا. وبالتالي أنا أظن أنه في اللحظة التي حينما أدرك نتنياهو بوضوح أن مصر له بالمرصاد وأن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا ومعبر رفح واحتلالها لغزة، بدأ يصعد ضد مصر ورأيناه يهزي بصورة جنونية وكأنه مسه يعني قدر من الجنون بصورة غير معقولة بالمرة. ونعلم أيضا أن مصر هي التي بادرت قبل سنوات طويلة جدا بإغلاق الأنفاق حرصا على أمنها القومي ومنع دخول إرهابيين إلى سيناء أو خروجهم منه إلى غزة. ونعلم أيضا طبقا لصحف أمريكية وإسرائيلية أن السلاح للمقاومة الفلسطينية دخل عبر إسرائيل أيضا ودخل عبر البحر أيضا ودخل عبر المواد التي دخلت من إسرائيل وتم استعمالها في تصنيع الأسلحة. وبالتالي كل ما قيل في هذا الأمر كان مجموعة من الأكاذيب. نعم هناك فتحات أنفاق كثيرة تبدأ من غزة لكنها لا تنتهي في مصر، بمعنى أن الأنفاق القديمة لم تغلق من غزة لكن هي مسدودة تماما من مصر التي بادرت إلى ذلك في العملية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة وتمكنت فيها من إغلاق مئات أو ربما 2000 نفق. وبالتالي قصة مصر هي التي كشفت نتنياهو، هي التي فضحت نتنياهو، هي التي لم توافق على تبرير. ولذلك يعني متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية امتنعت وتهربت من الإجابة حينما سألها أحد الصحفيين عن مصادر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، هي لم تستطع الرد لأن ليس هناك أي دلالة أو برهان على هذه الأكاذيب. نعم لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة هي التي سربت أظن على لسان مصدر في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرك وجود أنفاق تحت محور فيلادلفيا. هذا أيضا أنا أظن أنه تواطؤ. والدليل على ذلك سيد عماد السلاح الذي يعني قيل أنه من إسرائيل من الأساس. يا فندم الموضوع باختصار الولايات المتحدة شريك رسمي في العدوان. نعم. ومن يتعامل على ذكر هذه الشراكة سيد عماد هي شريك أساسي في هذا العدوان. حينما يصدر عن البيت الأبيض أن هناك 90% يعني من نقاط التوافق فيما يتعلق بصفقة تبادل الصفقة التبادل الأسرى وما إلى ذلك، في نفس الوقت هناك معضلتان فيما يتعلق بمحور نتسريم ومحور فيلادلفيا، هناك هذا التعنت الذي نرى. يعني كيف تؤثر 90 يعني هذه النسبة 90% في هذا في سياق التفاوض؟ ونحن نسمع أيضا من نتنياهو أنه حينما يقول I want to make it clear that I'm flexible or I can be flexible. أي مرونة يتحدث عنها يعني السيد عماد وأيضا السيد جهاد فيما بعد؟ أي مرونة الحديث؟ الموضوع باختصار الولايات المتحدة ماهرة في اللغة الدبلوماسية. حينما تقول 90% كان الأفضل أن تقول لنا وما هي 10% الباقية. حينما ندرك ما هي 10% الباقية سندرك أنه لم يتم حل شيء. الولايات المتحدة للأسف الشديد سربت قبل أيام تقول أن الانسحاب نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي من فيلادلفيا ليس لزاما من كل المناطق بل المناطق المزدحمة فقط.
الولايات المتحدة ظلت شهورا طويلة تقول أنها تعارض دخول إسرائيل إلى رفح، لكنها رضخت في النهاية وقبلت واستمرت في توريد السلاح. وبالتالي فكرة 10% و 90% تذكرني بالمسؤولين الأثيوبيين قبل سنوات طويلة جدا حينما كانوا يقولون أن المفاوضات بشأن مياه النيل تم حل 99%، لكنهم كانوا ينسون أن 1% تتضمن حصة مصر وحق مصر في المياه والإقطار المسبق. نعم. وبالتالي علينا أن ندرك ونفهم العقلية الأمريكية والطريقة الأمريكية في تمرير الأفكار وفي تغيير المواقف حتى نكون واعين تماما. أقصد الجمهور العربي والجمهور الفلسطيني، الولايات المتحدة مرة أخرى هي الشريك الرسمي، ولولا الولايات المتحدة ما كان يمكن لإسرائيل أن تصمد عسكريا، أن تستمر بهذه الطريقة، أن تحصل على الدعم. وهذا حقيقة أنت ذكرت منذ قليل سيد عماد تأكيدا على هذه الكلمات أنها لم تستخدم حق نقد الفيتو، لم نعم، وفيما يتعلق أيضا بالسلاح وما إلى ذلك. فتحت مخازن السلاح، فتحت خزائن المال أمام إسرائيل، لدرجة أنها ذات مرة لم تستطع أن تمرر التمويل لأوكرانيا، فأدخلت هذه الأموال المخصصة لأوكرانيا حتى يكون في نفس الاتفاق نعم إسرائيل. وبالتالي وافق الكونجرس على هذا الأمر. هذه نقاط مهمة وأساسية، على العرب أن يتعاملوا أن أمريكا شريك حقيقي في العدوان، وبالتالي يكون التفاوض المباشر مع أمريكا باعتبارها شريك معتدي وليس مجرد وسيط. نعم، يعني نفس سؤالي أو استفساري لك سيد جهاد، يعني الحديث عن 90% 10% هذه المعضلة، كيف أنت تقرأ الموقف الأمريكي الآن، وكيف يمكن أن يتدخل بأي شكل من الأشكال لإتمام هذه الصفقة بعد أن صدر عن بيت الأبيض أن هناك اتفاق على 90% من هذه النقاط؟ لدينا 17 بندا وتم الاتفاق على 14 منهم. يعني أولا أتفق تماما مع ما ذهب إليه صديقي في الاستوديو، لكن أعتقد أن ما قاله بلينكين هو خطاب للجمهور الأمريكي وليس للفلسطيني أو العربي أو الإسرائيلي، لأنه يدرك تماما أن نتنياهو لن يقبل بأي من القضايا التي يضعها، وهي قضايا متعددة بما فيها وفي مقدمتها اليوم محور فيلادلفيا وصلاح الدين. بالتالي بلينكين خاطب الجمهور الأمريكي الذي يريد عودة الأسرى الإسرائيليين ذوي الجنسية الأمريكية من جهة، ويريد أيضا تريد الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية أن توقف المجزرة والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، لذلك قال لهم هذا الأمر أو قدم لهم هذا الأمر من أجل دعم الحملة الانتخابية لكاميلا هاريس وهي من الحزب الديمقراطي. هذا في ظني ما ذهب إليه بهذا التفاؤل الكبير، وسمعنا تفاؤلا خلال الأربعة أشهر الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي ونائبة الرئيس وكذلك وزير الخارجية والناطقين باسم الأمن القومي، مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والبيت الأبيض حول هذا التفاؤل. لذلك لا يعول على ما يقول أمريكيا الآن. ثانيا، الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة لا تستطيع اتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل أو على رئيس الحكومة الإسرائيلية، لأنها بدأت الحملة الانتخابية. نحن نتحدث عن 60 يوم تقريبا ليوم الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأمريكية، وبالتالي لا الرئيس ولا نائبة الرئيس لديها القدرة على اتخاذ قرارات اليوم لمواجهة أو للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، حتى لا تستخدم من قبل المنافس الرئيسي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، وتفقد هذه الحملة أو الديمقراطيين يفقدوا أصوات اليهود والدعم من اللوبي اليهودي سواء في الإعلام أو المالي. لذلك لا أعتقد أنه في الأمد القريب أن يكون هناك مبادرة أمريكية لجسر الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما لم يتحقق شرطين رئيسيين وما أعلن عنهم بالأمس خليل الحية وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وهو المفاوض أو رئيس وفد المفاوضات في هذه اللحظة، قال بأن هناك شرطين رئيسيين. الشرط الأول يتعلق بمحور وقف إطلاق النار والانسحاب، يعني الانسحاب من محور فيلادلفيا ومن نتسارين من أجل قدرة الفلسطينيين على العودة إلى شمال قطاع غزة، وهما لن يتحققا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلا إذا تغيرت الأحوال، كما ذكرنا قبل قليل تغير داخل إسرائيل يفرض على نتنياهو إمكانية التراجع أو يفرض عليه التراجع عن مواقفه
فيما يتعلق بعودة الاحتلال إلى قطاع غزة. نحن لا نتحدث عن مفاوضات فيما يتعلق بتبادل الأسرى، نحن نتحدث عن إنهاء أو منع نتنياهو من الاستمرار في قطاع غزة. ليس فقط وقف إطلاق نار، إنما نتنياهو يريد العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2005. الآن في هذه اللحظة وفقا لتفكيره عودة الاحتلال الإسرائيلي. صحيح أنه يؤجل مسألة الاستيطان، لكن في جزء من ائتلاف الحكومي يرغبون بالعودة إلى الاستيطان في مناطق مختلفة في قطاع غزة كما كانت قبل 2005. نتنياهو عمليا يريد العودة إلى الاحتلال في الضفة الغربية، إلى كامل الاحتلال في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وصلت الفكرة، وهو يرى أنها فرصة تاريخية في هذا في هذه اللحظة المهمة بالنسبة لإسرائيل. شكرا جزيلا ضيوفي، كنت معي من رام الله سيد جهاد حرب، مدير مركز ثبات للأبحاث، وأيضا كان معي السيد الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية. شكرا جزيلا لوجودكم معي في هذه التغطية المباشرة عبر القاهرة الإخبارية. أما الآن ما نتحدث عن تطورات الأحداث في الضفة الغربية. فجأة ما سمعنا الصاروخ طلع، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أسف الشاهد بدمه. قال الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 25 كيلومتر من شوارع وأحياء جنين خلال عمليات العسكرية، وتسبب عدوان الاحتلال في جنين في تدمير أكثر من 70% من البنى التحتية بما فيها خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي. على مدار 10 أيام لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في تحويل مدينة جنين إلى سجن كبير بعدوان وحصار لم تشهده المدينة ومخيمها وقراها منذ عقدين مضافاً لهما عامان. وبعد انسحاب مفاجئ للاحتلال منها انعكس وجهه القبيح وآثار عدوانه مع تدميره لأكثر من 70% من البنية التحتية لمدينة جنين بما فيها خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتجريف الشوارع الرئيسية وتخريب المعدات الحكومية المستخدمة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين كسيارات النظافة والدفاع المدني. الممتلكات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين كانت هي الأخرى ضمن أهداف الاحتلال، وقام خلال حصاره للمدينة بهدم بعض المنازل وطالب ساكنيها بالإخلاء والنزوح وتخريب منازل أخرى بعد تحويلها لثكنات عسكرية خلال حصاره للمدينة، فضلاً عن تعمد تدمير سياراتهم الخاصة ومحالهم التجارية. وبالتوازي مع عمليات التدمير الممنهجة من قوات الاحتلال، فقدت مدينة جنين 22 شهيداً من أبنائها، وأصيب العشرات بسبب إطلاق النار المتعمد العشوائي، دون إنقاذ بسبب منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم وحصاره للمستشفى الحكومي، بالإضافة إلى تنفيذ حملات اعتقال شملت العشرات من أبناء المدينة، لتفقد جنين بريقها بعدوان سافر يزيد من قطع وصال الدولة الفلسطينية وحل الدولتين الذي جفت حناجر المجتمع الدولي بضرورة تنفيذه. وللمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا من رام الله الدكتور أشرف عكا، الخبير في الشؤون الدولية. أهلا بك معنا دكتور أشرف. 10 أيام من الوجود الإسرائيلي في جنين، والآن يعني انسحاب لقوات الاحتلال، لماذا هذا الانسحاب؟ وبرأيك يعني ما إذا كان هذا يدل على أن حدة العمليات انخفضت أم انتهت بشكل أخير؟ لا، هي لم تنتهي، قد يعود هذا الجيش خلال ساعات وخلال أيام، هذا معلوم تماماً.
يعني طبيعة الاستراتيجية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، عملية المباغتة والإشغال، وعمليا هو يحاول أن يصل إلى المقاومين بشكل مباشر، ولكن طبيعة الظروف التي تعيشها الضفة الغربية لا تمكنه من ذلك. هو يريد أن يبقي حالة التوتر، حالة الاجتياحات، حالة الاستنزاف للحاضنة المجتمعية الفلسطينية، ويعني جعلها تضيق من الظروف التي تعيشها اقتصاديا واجتماعيا بفعل عوامل التدمير والحصار والخناق. وبالتالي هذه استراتيجية متبعة. أضف إلى ذلك هو لا يريد أن يستنزف كل وحداته وكل يعني قواته العسكرية المستنزفة أصلا في الشمال والجنوب، هذا ما يجب أن يقرأ. هو قدرته العسكرية كذلك على هذه الاجتياحات المحدودة الأيام والساعات وذات عمليات عسكرية محدودة بهذا المعنى العسكري والأمني، ولكن يعني طبيعة الميدان الذي تعمل به القوات الإسرائيلية طبيعة معقدة. هؤلاء مقاتلين قد يخرجوا من المكان، يعني ليس يعني عملية ليس دفاع عن أرض والدفاع عن مساحة وأخذ سواتر وغيرها ودفاعات، يعني هذه المقاومة قد تنسحب، يعني مجموعات مسلحة أفراد معدودين يذهبوا إلى مكان آخر، وبالتالي قد تفشل العملية العسكرية إذا داهمت هذه القوات في وقت لا يوجد فيه أي من المقاومين. وبالعادة تكون الاشتباكات على أطراف عمليات التوغل وفي كل يعني المحاور التي يدخل منها الجيش الإسرائيلي. نعم. هذه الصورة العملية، وبالتالي هو لديه أهداف أمنية كبرى في هناك. هذه نقطة مهمة جدا دكتور أشرف، كلمة أهداف. حينما يعلن ويصرح قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها انسحبت من جنين وأن العملية العسكرية لا تزال متواصلة في شمال الضفة الغربية حتى تتحقق أو الأهداف، ما هي الأهداف التي يرمو إليها؟ شوفي، قبل الأهداف هو يمارس خديعة ما على الرأي العام العالمي والدولي بفعل يعني هذه العمليات الهمجية والتدميرية، ولا يريد هو يعني أن يأخذ الضفة الغربية مرة واحدة في حالة من الانفجار. أهدافه واضحة، يعني صحيح في بعد أمني ما يريد أن يصل إلى المقاومة الفلسطينية التي تتطور وتزداد وتتسع في كل تلك المناطق وفي كل أرجاء الضفة الغربية بفعل همجيته وهمجية المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحماية الجيش ورعايته. ولكن أهدافه الكبرى هو يعني عملية خلخلة الوضع الداخلي الفلسطيني، وصولاً يعني لكل أشكال يعني الاستيطان والتوسع والإقلاع والتهجير. عندما نتحدث اليوم عن تدمير المخيمات الفلسطينية كخطوة أولى من هذه المعركة وكنتيجة أولى لهذه يعني الهجمة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية ونزوح ما يقارب أكثر من 2,000 أو 3,000 أسرة فلسطينية، هذا دليل واضح على أن المخطط التهجيري، مخطط الإقلاع الاقتلاع قد يبدأ بعمليات متدرجة لكي لا يثير الرأي العام العالمي والدولي ولكي لا يستنفر ويستفز كل مكونات الشعب الفلسطيني مرة واحدة. هو لهيك يعمل عملية هنا ساعات أيام وينتقل إلى مكان آخر وإلى محافظة أخرى وإلى المناطق الريفية المحيطة من هذه المحافظة، وبالتالي عمليات محدودة وليس عمليات شاملة. وهذا عمليا تنبأت فيه منذ أكثر من 5-6 شهور أنه عملية تجزئة يعني الاستهداف من أجل أن لا يثار الشعب الفلسطيني مرة واحدة وتأخذ يعني الحالة الفلسطينية إلى مرحلة مواجهة شاملة. يعني إذن إلى أي مدى تعد هذه مؤشرات لتحرك إسرائيلي يتماشى مع هذا الطموح الذي ذكرته دكتور أشرف لضم بشكل واضح لضم الضفة الغربية للأراضي الإسرائيلية؟ شوفي، كان في هناك مجموعة من الأطروحات على مدى السنوات الماضية منذ عام 2018 مع دراسات الأمن القومي، يعني مجموعة من الجنرالات، هذا مركز أبحاث متخصص، قد طرح خطة الانفصال الأحادي عن الفلسطينيين، لأن كان عندهم مشكلتين رئيسيتين، هي مشكلة يعني النووي الإيراني ومشكلة يعني أن تتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية بفعل مجموعة من العوامل الديموغرافية وصيرورة يعني الوضع الذي تعيش. وبالتالي هذه الأطروحة لم تجد طريقها يعني نحو التطبيق، وحسمت إسرائيل خياراتها باتجاه ما يسمى خطة الحسم. خطة الحسم هذه خطة سموتريتش أصبحت واضحة ومعلنة ومعلومة، ولكن مع وصولهم إلى الحكم في إسرائيل
كانت أحد أهم القضايا التي توجه عمل الائتلاف الحاكم ومبادئ الحكومة الإسرائيلية الحالية من توسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين لعقود مستقبلية وتغيير الهياكل والبنى الأساسية التي تدير العلاقة مع الفلسطينيين، ما يسمى خطة الفصل الصامت أو الفصل الصامت والانقلاب الصامت على الفلسطينيين. الآن بعد ما جرى في 7 أكتوبر هؤلاء وجدوا أن هناك مناسبة ما لتقويض كل الوجود الفلسطيني وعمليات تهجير كبرى وسيطرة كبرى واستيطان وتوسع وعدوان. ولاحظنا كيف بدأوا مع بداية 7 أكتوبر هذا بن غفير تسليح مئات آلاف المستوطنين، وحتى وحدات الاحتياط الموجودة غلفوها أو عبأوها بهؤلاء المتطرفين من شبيبة التلال وهذه ومجموعات تدفيع الثمن، وبالتالي بدأت الأجواء مهيئة من الناحية المادية والعسكرية والأمنية، المستوطنين يقوموا بهذه المهمات الكبرى. أضف إلى ذلك علينا أن نفهم تماما أن ما يجري الآن هو تمهيد لمراحل مستقبلية، أهمها ما يحاول أن يقوم به بن غفير في موضوع المسجد الأقصى وإقامة الكنيسة هناك والصلوات وغير ذلك. هذا دليل نحن أمام معركة شاملة، ولكن دعينا أقول نحن الآن صحيح في مرحلة انتظار ما يسمى المقترح الأمريكي لنرى كيف ستصير الأمور والاتجاهات ومواقف الأطراف ويتحدث دكتور أشرف. قبل المقترح الأمريكي حضرتك تحدثت عن الأجواء المهيئة فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، كثير من المحللين يرون بأنه يجب أن يكون أو الأمر يتطلب الآن وحدة فلسطينية. دعيني أقول نحن في وضع صحيح هناك مخاطر وتحديات كبرى، ولكن اليوم سلوك نتنياهو وعدوان جيشه ومستوطنيه جعل المنطقة عمليا في مواجهة إسرائيل، وحول الوسطاء إلى أطراف، وحول الأردن إلى تحدي آخر، أضف إلى لبنان وإيران والعراق واليمن وغيره. اليوم نفس الشيء، القيادة الفلسطينية، مشروع منظمة التحرير، مشروع حركة فتح السياسي في اصطدام مباشر مع هذا الاحتلال. هذه الدولة السلطة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية، الأجهزة الأمنية، المؤسسات القضائية، المؤسسات المالية الفلسطينية، التضييق، الخناق، اليوم لا تستطيع العمل في هذه البيئة وفي هذه الأجواء. إذن لا خيارات أمامنا كفلسطينيين، قيادة وشعب وفصائل وقوة فاعلة، إلا أن نتوحد في مواجهة هذا التحدي الأخطر على قضيتنا الفلسطينية، وهذا تحدي مباشر. لا يستثني أحد، لا يستثني طرف. 7 أكتوبر إسرائيل عملت حربها على قطاع غزة وأردنا أن نجنب الضفة الغربية. اليوم الضفة الغربية مستهدفة، وهي قبل ذلك كانت مستهدفة، والمسجد الأقصى مستهدف، واليوم المستهدف ليس المسجد الأقصى والضفة باستيطان وتوسع هنا وهناك. قد نستطيع بمسار سياسي معين في مرحلة معينة في اتفاق معين أن هذه الإجراءات كي يسموها نسميها فلسطينيا إجراءات أحادية الجانب يمكن عمليا فكفكتها في مرحلة ما، بس اليوم المستهدف هو القيادة والفصائل ومؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية. هذا يستدعي وحدة وطنية فلسطينية شاملة، الأمر يستدعي هذه وحدة الكل. بشكرك شكر جزيل من رام الله دكتور أشرف عكا الخبير في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية. أظهرت لقطات فيديو قيام إسرائيليين غاضبين بطرد وزير الأمن القومي إتمار بن كفير من أحد شواطئ تل أبيب. قامت الشرطة باعتقال سيدة حاولت طرد الوزير الإسرائيلي من الشاطئ. ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحرب استنزاف لا نهاية لها في قطاع غزة، حيث يسعى للحفاظ على بقائه وائتلافه في الحكم حتى لو كان ذلك على حساب المحتجزين، حيث لا يهتم رئيس الحكومة بعودة المحتجزين أحياء بقدر اهتمامه بالحفاظ على منصبه السياسي في دولة الاحتلال. أينما وجد نتنياهو وجد معه القتل والدمار والأزمات والحروب، هكذا يخبرنا التاريخ. فعلى مدار أكثر من 7 عقود لم تر إسرائيل رئيس حكومة أضر بها كبنيامين نتنياهو،
بسبب طموحه السياسي الذي تسبب في دخول الشرق الأوسط في نفق مظلم، بل امتد إلى مناطق عدة في المنطقة نتيجة الحرب المستعرة التي يمارسها بحق الأبرياء من أبناء القطاع. ويسعى نتنياهو لحرب استنزاف لا نهاية لها في قطاع غزة من أجل الحفاظ على بقائه وائتلافه في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب المحتجزين، حيث لا يهتم رئيس الحكومة بعودة المحتجزين أحياء بقدر اهتمامه بالحفاظ على منصبه السياسي في دولة الاحتلال. داخلياً، تعيش إسرائيل انقساماً وتأزماً داخلياً نتيجة إصرار رئيس وزرائها على الاستمرار في العدوان وعدم التوصل لصفقة، وهو ما تسبب في خروج مظاهرات يومية لمئات الآلاف من الإسرائيليين تطالب برحيله. ويحاول نتنياهو التنصل من مسؤوليته المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر والتي أثبتت ضعف جيش الاحتلال، حيث يلجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأكاذيب خلال تطرقه إلى الأسباب الحقيقية التي أدت لانهيار جيشه، وهي الأكاذيب التي نفاها جيشه وأكد أن الأنفاق الحدودية مغلقة من الجانب المصري، نافياً مزاعم رجل الحرب الإسرائيلي. وعلى مدار 11 شهراً من العدوان لم يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي مرونة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، فهل يكتب العدوان على القطاع الفصل الأخير في مسيرة الرجل الذي يعيش على دماء الأبرياء والضحايا؟ وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من رام الله سيادة اللواء دكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. دعني أبدأ من رأس الدبلوماسية الألمانية، وزيرة الخارجية الألمانية أنيلينا بيربوك، وهي حقيقة من أكبر الدول الداعمة لإسرائيل، تقول بأن من يشكك في الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين قولا وفعلا يعرض أمن إسرائيل للخطر على المدى الطويل. كيف تقرأ هذا التصريح؟ نعم، إذن هذا كان تصريح لأكبر مسؤولة دبلوماسية في ألمانيا حول الأوضاع في الأراضي المحتلة الفلسطينية، حينما تقول للحكومة أو لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين هم يشككون في حل الدولتين سواء بالقول أو بالفعل، هم في حقيقة الأمر من وجهة نظرها يعرضون أمن إسرائيل للخطر على المدى البعيد. هذه تصريحات حقيقة لافتة، حيث إن تعد ألمانيا من أكبر الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل، ليس فقط منذ 7 أكتوبر بل على مدار سنوات طويلة وعقود طويلة. في ذات السياق، قال المنسق الأممي السابق لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن فرص وقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة أصبحت ضئيلة. أضاف ميلادينوف أن مصر وقطر والولايات المتحدة بذلت جهدا ضخما لوقف إطلاق النار بغزة، وإسرائيل هي وحدها تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث في القطاع. منذ البداية رأيت فرص وقف إطلاق النار في الأيام أو الأسابيع المقبلة ضئيلة جدا، وأعتقد أننا فقدنا الكثير من الفرص، ونافذة هذا الآن تغلق بسرعة شديدة. وأعتقد أنه خلال الأشهر الأخيرة مصر والولايات المتحدة وقطر فعلوا أكثر مما هو كان متوقع، وبذلوا جهود ضخمة لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار، ولكن الآن كل شيء في أيدي الحكومة الإسرائيلية. ومن جانبه، أعلنت الصحة الفلسطينية تطعيم 161,188 طفلا ضد شلل الأطفال في اليوم الأول من المرحلة الثانية بخان يونس ومناطق في رفح الفلسطينية. أضافت كذلك أن المرحلة الثانية من حملة التطعيم تستهدف نحو 350,000 طفل.
كما أشارت إلى نحو 190 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة. هذا ولجأ أهالي قطاع غزة إلى حرق البلاستيك والنفايات للحصول على الوقود من خلال عملية معقدة تصل نسبة أضرارها الصحية إلى 100%. أوضحت الأمم المتحدة أن قطاع غزة يحتاج إلى مئات الآلاف من لترات الوقود بشكل يومي لتمكين الجهات الحكومية من تقديم الخدمات العامة للأهالي. أزمات كثيرة تحولت إلى عقبات يحاول الأهالي في قطاع غزة التغلب عليها مع استمرار العدوان الإسرائيلي وحصاره. من ضمن هذه الأزمات نقص الوقود، وهو ما أجبر الأهالي على حرق البلاستيك والنفايات لإنتاجه عن طريق عملية معقدة تبدأ بجمع النفايات البلاستيكية التي تغمر شوارع شمال غزة ثم حرقها في أفران مؤقتة. خطورة العمل عنا 100%. إن ما كانش من حروق، من أمراض، من حماوة، نار كثير، يعني أغلبية العمال صار يصير معهم دمامل من الحرارة، ونقلل من حدة الشح الموجود، ونساعد البلد على أساس تنهض وتمشي. اليوم يعني بدك تطلع مشوار صعب جدا، تمشي نص مشي من قلة السولار ومن قلة البنزين ومن قلة البترول. ويعتبر الدفاع المدني في قطاع غزة من أكثر الجهات الحكومية احتياجاً للوقود للوصول إلى المناطق التي تعرضت للقصف وتنفيذ مهام إنقاذ المصابين ونقلهم للعلاج ورفع الأنقاض بحثاً عن ناجين. عدم توفر هذه المادة وعدم تزميدنا بها اضطررنا إلى اللجوء إلى الجهات المحلية لاستخدام السولار البديل المصنع محليا استخدامه في المركبات لتبقى مركباتنا داخل الخدمة. وتهدد أزمة النقص الحاد في الوقود العمل العاجل للمستشفيات في غزة، تسببت في إغلاق المخابز ومحطات تحلية المياه مما يزيد من ندرة الغذاء والمياه، بينما تؤكد الأمم المتحدة احتياج غزة إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا لبقاء الأهالي على قيد الحياة. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الساعة من التغطية عبر القاهرة الإخبارية، لكن خدماتنا الإخبارية متواصلة ومتلاحقة على مدار 24 ساعة. ابقوا معنا، كنت معكم أنا منى شكر، شكرا لحضراتكم.